سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فسورة الحاقة القيامة سيسمى الربين لحنين يتشعر الحنان الحاقة القيامة. ذا شوي الحاقة ما تحصل ذا شوي الحاقة الشد من ثمود أذعاد السوش سنين الفجعان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما ثمود ذي النقرن الشرع ياض إثني صقحن، مذعد نهني ذي غنقرن الصوض نسحق يقوان، يسلطثيد فلسن سبع ليالي وثمان أيام مبلا ما يحبس جباس، أتضرض ذي سر غشية أغرين بحر رجدري أتزانتين مرة فرغت إلا وتضرض يقولاد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ذنذن الذنوب ذا مقران فرعون ذوث زورا التمهينين قلبا في مدينين قوم لوط، أعصان النبي بذنسن يدمثن ثدم يقوان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نكني مدفضا ومان نسرك فيكن في سفنا نقمي ثكنا دم كثيم تسرث من الزغط يلين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. مصود ذلب قبريض رفذ ثمر في ذلال غفيو وبريض فزعا السن نقدر الشخوخ الشخوخ ذي المصيبة مقرات فيهنا والسن تشقق نتث السن الحفث ضعف. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الملائكة في اليوفيس رفذن العرش بفيك السن ثمانية يرسن السن كن يدسع الدين وريث الفرشة ذهوان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونمد فكان ثكثب ثيس فيفوس هذا سيني أخ أصغر من ثكثب ثيو هذا فرح أحصيغ حسبة نمرير نستهدف معيش ثيرهان ذي الجن ثنين يعلان رثمار يسخرف علقا أجن دينين سلحنا أجث أسوث صحان ون سحرك النث الزورم ذو قسان مني روحان أنا هذي الدنيث. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ونمد فكان فكثر ثيس غرفت تسزر ما أشيني أوها ربي وردت فكثر ثيو
يبديت ولا عريم غير حسابي من نغت ذي الموت ديما معنى هذا الكلام ذي الموت ولي ينفي عشينو والدقري ثغزي مفوس وجمري والشمع. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أزن دينين سوفان أدم فتسر مشرقيوه في غرمت ذي جهنم ذي سلسلم 70 ذي غير أسني تتسمت عقوشت على خطر ميقلا يغفر صلى الله العظيم ورسي قار شكسي في الليل. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أسا ذري سعين أحبيب ولا المكرة سوار صد القيح إذ تسنذويه يحصان. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. لا أقول لغسيرة ظران ذوين ورتظري منع نتشر ذوال من الرسول القرآن يسعان لقدر ذم القرآن ماشي ذوال مداح أقرريث وذي ثيمنا ماشي ذوال وجزان أقرريث وذي سمكثين يسد غربة بتخرقيث. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان ديهير فلانا شل هدرا ورشدنا النية أثنى الطفق فوسى يفوس أشني يزم زربول يون ذه نري يزمير أكنثي دي حد ذهنا. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نستعن باسم كثير مؤمنين القرآن قيام أقلق نعلم يكلان جراول وثي شدفا القرآن نستعن تشحيط الكفار ذي الحق ريث بيع الشك سبح سيس من بفيه ذم قرآن حد ورث بيض.